السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هل يجوز للصائم أن يشم رائحة العود؟ كاين بعض العائلات وبعض الأوساط كيحبوا ريحة العود، والعود عنده واحد النعمة عظيمة، كيشرح النفس وكيعطي واحد معنويات قوية، وكيطرد الأرواح الخبيثة، الأرواح الخبيثة من الجن والعفاريت وغيرها. غير كتشم ريحة العود تفر، لا تستطيع أن تقاومه. فبعض الناس اعتادوا مجالس الذكر ومجالس الإيمان أنهم كيبخروا المكان بريحة العود، هل هو جائز أم لا؟ العلماء ديال الشريعة كيقولوا بأن العود لا يجوز أن يشم خلال الصيام، لأنه مفطر إذا استنشقه. علاش؟ لأن العود يذهب مباشرة إلى المخ وإلى الدماغ، وقد ثبت علميا أن رائحة العود لها سريان قوي، فبالتالي قالوا بأنه لا ينبغي للإنسان أن يشم رائحة العود وهو صائم. أما إذا شمه من غير قصد هذا لا شيء عليه، أنه مشى لشي مكان معين أو مر من مكان معين وصحاب ذاك المكان دير العود وشمه، لا شيء عليه، فصيامه صحيح. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.